يا مساء الخيرات على كل المشاهدين، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج نقطه نظام على شاشه قناه مدرستنا 3. النهارده ان شاء الله محضرين لحضراتكم فقرات مميزه يا رب تنال اعجابكم. عايزين الاول نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع التسرب من التعليم او محاوله بعض الطلاب الهروب من المدرسه او ما يروحوش من اساسه. وزاره التربيه والتعليم ركزت على الملف ده للغايه من زوايا مختلفة، بين الأسباب اللي بتخلي الطالب ما يبقاش حابب يروح المدرسة والطريقة اللي نقدر نعالج بيها هذه الظاهرة. خلونا بعد إذن حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر من خلال المداخلة مع الدكتورة رندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي. أستاذة رندا، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتوره، عامله ايه؟ اهلا بيك، الحمد لله. مبدئيا كده بعد اذن حضرتك عايزين نوضح معنى او مفهوم التسرب من التعليم. التسرب من التعليم هو انقطاع الطالب عن الحضور للمدرسه ايام محدده، اسابيع متواليه، تسرب موسمي لمواسم معينه، بدون سابق معلومة أو إن الطالب يبعت للمدرسة اعتذار أو كده، صح؟ لا، هم ما بيبعتوش اعتذار، هم بيتسربوا ويغيبوا من غير أي إجراء. أو بينقطع تماما وما بيأديش الامتحان لترمين متتاليين، فكده بيبقى منقطع عن المدرسة، بيسجل في المنقطعين. لو استمر انقطاعه 4 امتحانات بيتم فصله من التعليم نهائيا. طب دكتورة رندا، هي الظاهرة دي منتشرة من فترة ولا يعني زادت امتى؟ هي الظاهرة دي منتشرة من قبل كده، بدليل انها نالت الكثير من البحوث والدراسات، ودراسات الماجستير ودراسات الدكتوراه ودراسات للمركز القومي للبحوث التربوية والبنائية. يعني هي موضوع من زمن، ولكن في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي زادت شوية نتيجة الضغط، الحياة وضغوط الحياة. ما ضغوط الحياة احنا يعني احنا عاصرناها في اوقات كتير عادي، ما اعتقدش ان هي دي فقط، ولكن زادت شوية خاصة في الحالة الاقتصادية. طب دكتورة، ناتج عن الحالة الاقتصادية. طب دكتورة رندا، التسرب، انا هقول لحضرتك، التسرب له اكتر من سبب. نعم، التسرب التعليمي له أسباب عديدة. أولها بيتصدرها العامل الاقتصادي، تمام، عدم قدرة الأسرة على توفير متطلبات الولد أو البنت للذهاب للمدرسة، والتحضير الشنطة المدرسية والزي المدرسي وتكاليف الانتقال، ده عامل. صح. هناك عامل آخر هو المشكلات الاجتماعية اللي بيعيشها الطالب، زي التفكك الأسري أو الانفصال أو غياب العائل أو زواج الأب والأم، من زوج آخر وده من زوجة أخرى، فالولاد بيتشردوا في النص، أو الخلاف على الولاية التعليمية، دي بتبقى أحد المشاكل. هناك عامل آخر هو العامل الصحي. العامل الصحي ده الولد عنده سوء تغذية، ما بيقدرش يروح، بيقع، بيغمى عليه من طوله، مش قادر يروح، صحته تعبانة فبيقعدوه في البيت، أو عنده أحد الإعاقات البسيطة اللي بتصعقه من إنه يروح وهيكلف الأسرة مبلغ كبير فبيقعد، أو عنده أحد الأمراض اللي ما تمش علاجها ومحدش يهتم بيه فبيقعد. في حاجة تانية، الناحية التعليمية، لما بيكون الطالب ضعيف في مبادئ القراءة والحساب والعمليات الحسابية، فهو بيتخلف عن أقرانه في الفصل حتى لو حضر، بيتسرب فكريا وهو قاعد جوه الفصل لأنه مش مواكب شرح المعلم، تمام، ومش متفاعل مع الحصة الدراسية اللي بيتلقاها. فهو بيتسرب يعني عامل الفهم والتركيز عنه بلا عقل وبلا حضور. وبناء عليه بيبقى بالنسبة له وجوده زي عدمه. هناك أيضا عوامل تعليمية أخرى قد تكون راجعة لبعض اضطهاد المدرسين للولاد بعض المواد، في بعض المواد، وده نقول نحسبهم على الله على خير جميعا. في بعض العناصر والبعد الجغرافي برضه يا دكتورة ممكن يبقى عامل؟ البعد الجغرافي هو ما اقدرش اقول عامل، لان هم عموما
بيلتحقوا بالمدارس القريبه منهم. ما ممكن القريبه دي تبقى بعيده شويه. ممكن لو القريبه دي تبقى بعيده شويه دي بتبقى ممكن في المرحله الاعداديه. طب لكن في الابتدائي بيبقى كله وفق المربع السكني. طب بعد اذن حضرتك يا دكتوره، هي المحافظات باختلاف المحافظات في اختلاف نسب التسرب؟ واي محافظه فيها تسرب من التعليم اكتر؟ انت عندك القاهره والاسكندريه والفيوم نسبه التسرب فيهم عاليه جدا، مع ان المفروض يعني دولت يعني لا، القاهره فيهم حضر اكتر. الاسكندريه والفيوم اعلى نسب تسرب. طب الاولاد اكتر ولا البنات نسب التسرب عند مين؟ الاثنين يا ابني، الاثنين. بس ما فيش حاجه بتبقى اعلى؟ انا متصور ان ممكن يبقى البنات. لا لا لا، البنات ممكن في اعدادي لو هيطلعوهم علشان خاطر هيجوزوهم بقى الجواز العرف لحد استخراج وثيقه والكلام اللي حضرتك عنه، بس اعتقد ان بقى في توعيه شويه في الجزئيه دي فما بقتش كتيره قوي زي قبل كده. لكن تمام. الولاد في الاعدادي اكتر. ليه؟ لسه كنت هسأل حضرتك. بيقوى شويه على العمل فبيبقى مصدر دخل للاسره فبيتسرب من التعليم. يعني اذا المرحله العمريه بتاعت الاعداديه دي اكتر مرحله، ده اللي انا فهمته من حضرتك، اكتر مرحله او يعني فيها عمريه فيها تسرب، خصوصا اذا الولد التحق بعمل اي عمل. طبعا احنا مصر ماضيه على تجريم عماله الاطفال، وعندنا وثيقه الطفل بتحمي من الكلام ده، والقانون بيجرم عماله الاطفال، والمفروض ان احنا بنمشي على الحاجات دي وبنتبع اللوائح والقواعد. تمام. طب بعد اذن حضرتك يا دكتوره، ازاي الوزاره بقى بتوفر الدعم للطلبه علشان ما يكونش في حاله تسرب من التعليم؟ يعني دور الوزاره وجهود الوزاره اللي موجوده واللي المفروض اول تبقى موجوده. حاجه عملناها ان احنا اطلقنا الخطه القوميه لمعالجه التسرب التعليمي. ثاني حاجه شكلنا فرق لمعالجة التسرب التعليمي على مستوى الإدارات والمديريات. الفرق دي بتتكون من مسؤول شؤون الطلبة اللي بيتضمن عنده البيانات والمعلومات بتاعة الولاد، مسؤول الإحصاء بالإدارة والمديرية، والأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين وأعضاء مشاركة مجتمعية من الإدارات ومن المديريات. شكلنا الكلام ده على مستوى كافة الإدارات على مستوى الجمهورية والمديريات أيضاً. الفرق دي مهمتها انها تبحث في سبب التسرب بناء على المعلومات اللي اتخذت من شؤون الطلبه. اذا كان التسرب اقتصادي بسبب العمل الاقتصادي، بيقوم الزميل بتاع المشاركه المجتمعيه بالتواصل مع المسؤوليه المجتمعيه ومع نوادي الروتري ومع الجمعيات والمنظمات الاهليه والمؤسسات، وبيحاولوا يوفروا للولد الحاجات اللي يقدر يرجع بيها مدرسته. طب دور الوزارة يا دكتورة رندا مع أولياء الأمور، يعني هل في يا فندم قناة تواصل؟ لسه أنا كنت في لقاء امبارح في بني سويف وقلت لهم إن لازم ينعمل اجتماعات مع أولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية التعليم. أهمية إن ابنك لما يتعلم هياخد شهادة حتى لو متوسطة أو فوق المتوسطة، هيرفع مستواه الاجتماعي، التعليم هينقلوا نقلة تانية. تمام. لازم انتوا تقتنعوا بكده، هم لازم أولياء الأمور يقتنعوا بأن تعليم ولادهم هو الحل لرفع مستواهم المعيشي. تمام. من الوزارة لوحدها مش هتقدر حتى لو اديتهم مساعدات وهم مش مقتنعين أبقى أنا ما بعملش. لازم يبقى لازم يبقى التعاون من الكل. طب دكتورة رندا بعد إذن حضرتك، يعني أخيرا كده، الطالب أو الطالبة اللي تسربت من التعليم او تسرب من التعليم ثم عايز يرجع تاني، فهل في المدارس الاجتماعيه او المدارس المجتمعيه او المدارس المجتمعيه ذات الفصل الواحد هل ليها دور في ده؟ اللي تسرب طبعا انا باخده لحد سن 14 سنه وباخده ما بيتحملش اي اعباء ماليه للتحق في المدرسه، مجرد ان بيجيبوا شهاده الميلاد بتاعته فقط. تاني الحته دي لانها مهمه، مش هيتحمل اي اعباء ماليه المتسرب التعليم ثم حب يرجع تاني. يا فندم انا هقول لحضرتك، من 9 سنين حتى 14 سنه اذا كان التحق بالتعليم وتسرب منه بابنا مفتوح، اذا كان لم يلتحق مطلقا بابنا مفتوح،
وما بيتحملوش اي اعباء ماليه، ده وفق القرارات الوزاريه ووفق قرار الانشاء للمدارس المجتمعيه، ده رائع جدا. سواء كانت منشاه من خلال جمعيات اهليه او منظمات او مؤسسات او منشاه من خلال الوزاره. تمام. ما بيتحملوش اي حاجه. رائع الكتب جدا. الوزاره بتوفرها، التوجيه الفني، المدرسين سواء الوزاره بتوفرهم او الجمعيات الاهليه اللي بتقوم على الفصول دي، فالامور متيسره ليهم جميعا وبنرحب بيهم وفصولنا وابوابنا مفتوحه ليهم قبل قلوبنا كمان. متشكر جدا دكتور رندا، ده شيء رائع جدا. دكتور رندا حلاوه، رئيس الاداره المركزيه لمعالجه التسرب التعليمي. التعليم يا جماعه والثقافه ده امن قومي. الحضاره بتبنى بالتعليم وبالثقافه، زيها زي المجال الزراعي او الصناعي مش هيتم الا بالتعليم. فمتشكر جدا جدا دكتور رندا. ويعني دلوقتي عايزين نروح لموضوع تاني مهم جدا هندردش فيه مع حضراتكم، عن فكرة التربية الإيجابية ويعني إيه الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية. الموضوع ده ركزت عليه الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية. هنعرف أكتر عن تفاصيل الموضوع ده من خلال الاتصال الهاتفي مع الدكتورة أمال زكي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. دكتورة حضرتك أهلا بيك. إزاي حضرتك يا دكتورة، عاملة إيه؟ والله الحمد لله. صباح الفل. صباح الجمال. في لغة بسيطة كده بعد إذن حضرتك، هي التربية الإيجابية. يعني إيه التربية الإيجابية؟ وهل في تربية سلبية واحنا لا ندركها؟ يعني ممكن نعمل او نقوم بسلوك تربوي غير ايجابي واحنا مش عارفين؟ هو طبعا اكيد التربيه الايجابيه يعني نربي بامانه من غير اهانه، ده السلوجن بتاعنا. يعني عايزين نربي اولادنا من غير ما نهنهم ولا نضربهم ولا نقول نجرحهم، دي هي مفهوم التربيه الايجابيه. عشان كده احنا دايما بنقول ان احنا مش عايزين عنف، مش عايزين افلم. لا انا مع حضرتك، انا مع حضرتك يا دكتور. علشان كده احنا بنقول ان احنا مفروض ولادنا ده يبقى فيه بيننا حوار وبيننا رعايه وبيننا اهتمام، وده والصحه، اهتمامهم بالصحه ونهتم بالتعليم بتاعهم وننشئهم نشأة سليمه. يعني احنا عايزين ولادنا دول في الاخر يطلعوا قادرين ياخدوا قرار صح، تمام، قادرين يتحملوا المسؤوليه. فده ده 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 المفهوم. يعني ممكن نقول بصفه عامه ليه فكرنا نعمل استراتيجيه اصلا للتربيه الايجابيه؟ هل لهذا السبب لحضرتك يا دكتوره قلتيه؟ لا هو طبعا هو ده سبب مهم جدا. ايه بقى الاسباب الاخرى؟ حضرتك عارف ان العنف انتشر في المجتمع بصوره رهيبه. يعني احنا ما كناش نسمع عن ابن بيقتل امه او بيضرب ابوه او الكلام ده كله، كل ده عنف نتيجه للتربيه اللي انا ربيته على العنف. العنف مع في المدرسه، العنف المدرس مع الاولاد، كل ده بينتج عن اطفال غير سويه. فبالتالي احنا يعني بنلاقي الاطفال دول بعد كده ده اللي هيبقوا الشباب اللي هم هنعتمد عليهم، اللي هم في ايديهم كل حاجه للتنميه للتطور بتاع البلد والحاجات دي كلها. فلازم ينشا نشاه سليمه، نشاه كلها ايجابيه، ما فيهاش عنف، ما فيهاش، فيها مبنيه على التسامح، مبنيه على الحب، مبنيه على الرعايه، مبنيه على الحوار، حاجات كتير قوي احنا افتقدناها في ظل التطور الحياه اللي احنا بقينا فيه ده. طب دكتوره امال، من ضمن الحاجات اللي حضرتك تفضلت وقلتي عليها، عايزين نركز اكتر على الدور المدارس في التربيه الايجابيه، يعني وتعاون وزاره التربيه والتعليم ووزاره التضامن الاجتماعي في النقطه دي. ده احنا انا عايزه اقول لحضرتك الاستراتيجيه دي كانت بتوصيه من المجلس الاستشاري لسياده الرئيس، وهو اللي اوصى بيها، واتعملت لجنه اتشكلت برئاسه وزاره التضامن
كل الوزارات المعنية، مش وزارة التربية والتعليم بس، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة وكل الوزارات والمالية والداخلية، فكل الوزارات معنية بالتربية الأسرية الإيجابية. لكن لو جينا على المدارس، أيوة. المدارس مهمة جدا، المدارس مهمة للمدرسين ومهمة لأولياء الأمور، لأن في مجلس الآباء، فاحنا عايزين برضو الحاجات دي تتعرض في مجلس الآباء، يعني نوصي الآباء بالتربية الإيجابية، نوصي المدرسين بالتربية الإيجابية. النادي، لو قلنا وزارة الشباب والرياضة، النوادي اللي بيروحوا يتدربوا فيها الأولاد دي مهمة جدا جدا، إن هو يتعامل المعاملة آدمية، يعني عايزين ولادنا ما يتهنوش، ما يتضربوش، ما يبقاش أسلوب الضرب هو ده الأسلوب، لأن هو ده مش أسلوب الحقيقة. لو هو اسلوب مرفوض من مرفوض جميع الجهات طبعا. بالظبط بالظبط. فاحنا عايزين نقول ان الحوار والحب والتعاطف والرعايه والحمايه، كل دي حاجات لازم نربي اولادنا علينا، ويطلعوا اولادنا حاسين فعلا ان احنا بنحبهم، لان دي مشكله طبعا. مشكلة ان الولاد فاكرين ان احنا اعدائهم لمجرد انك انت، لا انت بتحرمني من كل حاجة بحبها. هو مش عارف ان دي مش عشان انت بتحبها تبقى في مصلحتك. دي مش هتيجي بالضرب، ولا هتيجي بالحوار وبالاحتواء طبعا. والحب والكلام. خاصة يا دكتورة أمال، اعتقد لان انا مكوي بنار الموضوع ده، خاصة في مرحلة المراهقة مع ابنائنا، دي بيبقى عايزه تركيز اكتر في الناحيه بتاعه التربيه الايجابيه دي. دي حقيقي، دي حقيقي. المرحله دي اخطر مرحله جدا، هم فاهمين تكسر كده ومش محتاجين اي نصايح، ومش عايزين حد يقول لهم ده وده لا، فهو محتاجين الحوار، محتاجين ان احنا نخليهم يعتمدوا على نفسهم، محتاجين ان احنا نديهم ثقه في نفسهم. ويعني انا لما اقول له انت كبير كفايه، انك انت، انا متاكده انك انت هتاخد قرار صح، بس شاركني علشان صح. ممكن ايه لما نتحاور معاه صح نوصل لحاجه انت ممكن تكون مش شايفها. انا يعني خلينا نقول ان انا بشجعه، والمشاركه المشاركه دكتوره امال كمان في المسؤوليه واتخاذ القرار. بالظبط كده، هو ده المهم قوي. دكتورة أمال زكي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، متشكر جدا جدا لهذه المداخلة وهذا الكلام المفيد والرائع. احنا قبل ما ندخل بقى على موضوع الحلقة بتاعتنا مع الضيفة العزيزة اللي معانا في استوديو نقطة نظام، كان مهم جدا ان احنا نتكلم عن النقطتين المهمين دولت. نروح بقى للموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا، هي مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل. وزي ما حضراتكم شايفين كده ان كل اتجاهنا لأبنائنا من الطلبة. المسابقة دي اتنفذت في محافظة الوادي الجديد، وشارك فيها 700 لاعب من 22 مدرسة، وضمت مسابقات في رياضات مختلفة زي كرة القدم والكاراتيه والمصارعة وألعاب القوة، وده في إطار التشجيع المستمر على ممارسة الرياضة في المدارس. هنتكلم باستفاضة عن الملف ده، وهنعرف تفاصيل أكتر عن بطولة المدارس الرياضية مع الدكتورة منى يحيى، مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية. بس بعد إذن حضراتكم هنروح لفاصل سريع، ونرجع نستقبل ضيفتنا ونبتدي الحلقة الدسمة جدا مع حضراتكم. أهلا مع حضراتكم من جديد. خلال شهر فبراير انطلقت فعاليات مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل، اللي استمرت من 5 فبراير ل 8 فبراير 2024، الشهر اللي فات، واللي ضمت مجموعة متنوعة من المنافسات على ألعاب فردية وجماعية، وشارك فيها آلاف من الطلبة سواء من البنات أو الأولاد. والحقيقة أن المسابقة دي جزء من المجهود الكبير اللي بتقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية النشاط الرياضي عند الطلبة، وتشجيعهم كمان على
ممارسة الرياضة. هنتكلم باستفاضة عن المسابقة دي وعن دور الوزارة في تشجيع الطلبة على احتراف الألعاب الرياضية المختلفة مع الدكتورة منى يحيى، مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية. منورة الدنيا دكتورة. الله يبارك، ميرسي، وألف مبروك المسابقة دي. طبعا ده أنا سعيدة بيها جدا جدا، وأبنائنا وكل اللي حضرها كان سعيد جدا بيها. يعني بعد إذن حضرتك بقى دكتورة، يعني ده شيء رائع يعني إن الوزارة تهتم بالرياضيات بالرياضات أو الفنون، ده شيء رائع جدا لتنمية كمان شخصية الطالب. عايزين نتكلم بعد إذن حضرتك عن المسابقة بشكل مفصل أكتر. وهل دي بتحصل كل سنة يا دكتورة؟ هي بداية هي بتحصل كل سنة. وإحنا بيبقى كل بطولة بيبقى ليها مجموعة من الأهداف. يمكن إحنا بيبقى في أكتر من هدف، عندنا هدف اجتماعي وهدف اقتصادي وهدف ثقافي، مجموعة كبيرة جدا من الأهداف. يمكن أهم حاجة في الموضوع ده إن إحنا بنأكد فيها على الهوية المصرية، وده من خلال إن أولادنا يزوروا كل سنة محافظة مختلفة. رائع، يعني كل مسابقة في محافظة، كل سنة في محافظة، في محافظة مختلفة. السنة دي كانت في الوادي الجديد. في الوادي الجديد. الله، رائع، محافظة رائعة. أنا بدعو الجميع. مشات المحافظ فيها على فكرة متعاون إلى أقصى مدى، يعني هو شخصية جميلة جدا، متعاون جدا جدا جدا. أنا سعيدة جدا إن أنا عملتها في الوادي. أنا بدعو كل المصريين إن يروحوا يشوفوا الوادي الجديد، ما يقولوش إن هي محافظة بعيدة، لا لا لا، تستحق إنك أنت تروح وتشوف مصر وتتعرف عليها. لا، محافظة رائعة، ناسها رائعين بمعنى الكلمة، أخلاق ودماسة وتعاون وفطرة جميلة، يعني لا رائع. وبعدين نظيفه جدا، انا زرتها كتير لان من عشاق الاماكن دي. يعني نظيفه جدا، تحس ان محافظه لوحدها كده حاجه. وبعدين واسعه، من اكبر طبعًا محافظه. والهدوء مصر بقى، الهدوء وهاديه جدا، وفيها كمان حاجات، يعني الجامعه هناك رائعه والمدارس والزراعات هناك شيء يعني رائع. لا ده انا شفت كمان هناك عاصمة إدارية مصغرة بيبنوها هناك على نفس طراز الله. يعني نقلة برضو حلوة قوي، نوعية بقى. والمشروع يعني اللي في الفرافرة ده برضو مشروع زراعي هناك رائع. فكان في جولة برضو سياحية للولاد برضو هناك، وكل الوفود المشاركة، يعني حاجة كانت بصراحة جميلة جدا. يعني طب حضرتك قلتي من يعني أهداف من ضمن الحاجات اللي انتوا بترجوها من المسابقه دي، التأكيد على الهويه المصريه والعادات والتقاليد بتاعتنا، واهداف اجتماعيه واقتصاديه. طبعا. بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني بمعنى ايه حضرتك؟ يعني لما انا اجي اتكلم على الجانب الاقتصادي، يتعرف الطالب على المشروعات اللي مصر بتستهدفها في جميع المحافظات. دي مشروعات تنموية، فهي جانب اقتصادي مهم جدا، لازم الطالب يطلع عليه ويعرف الجهود المصرية في المجال دوت. ده حاجة كبيرة وعظيمة، فلازم طبعا يعرف جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة. طبعا. ده حاجة مهمة جدا. لما نيجي نتكلم بقى على الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي ده ممكن نتكلم يعني نختصر فيه، أهم حاجة في الترابط بقى، إن الطلبة من محافظات مختلفة، لان احنا كان عندنا حوالي 16 محافظه. فكل محافظه السنه دي كان 16 محافظه. فكل وكل سنه بيبقى المحافظات بالعدد ده وممكن زياده. وبعدين احنا كان مشارك فيها حوالي 22 مدرسه، رائع، بايفنتات مختلفه، رائع. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، فبيتعرفوا على ثقافات مختلفه، بيحصل فيه ترابط، بتربي حضرتك بقى قيم الولاء والانتماء والمحبه طبعا والاحترام والمسؤوليه، ونقول بقى حاجات كتيره طبعا. كمان هنا الولاد بيعتبروا زي سفراء، سفراء في كل ما هو انت وديته محافظه. صح. فيعتبر سفير، بينقل بقى الجانب الجميل دوت المحافظه. ده اليوم الاخير يا دكتور؟ ده حفل الختام. حفل الختام، ده حفل الختام. وطبعا زي ما انت شايف كده في رياضات مختلفة، وطبعا عدد كؤوس كبير جدا، ميداليات رهيبة اتوزعت، كان دروع، ويعني كرمنا كل المشاركين فيها. ده حضور سيادة المحافظ، ده كان في الصالة المغطاة، في الصالة المغطاة الرياضية. فكان حاجة يعني مشرفة جدا، احتكاك الطلبة
ما بين المحافظة والمحافظة ده شيء حقيقي رائع جدا. وبنوتة اهي، انا عندي فضول اعرف البنات اكتر ولا الولاد في المسابقات؟ في المسابقات لا يعتبر الاولاد اكتر، لان احنا عندنا 9 مدارس رياضية بس، الباقي هو مدارس بنين. اوكي. فالعدد، انا بسعى طبعا ان احنا نتوسع اكتر في انشاء المدارس دي طبعا. بس هي في بقى طبعا المساحات. المدارس دي يا دكتوره في كم محافظه؟ حضرتك دي في 16 محافظه، والمفاجاه الجميله بقى ان سياده المحافظ اعتمد لنا مدرستين جداد وصدق هناك في عليهم الوادي الجديد. في الوادي الجديد الاحتفاليه دي بقيت في مدرسه في الخارجه ومدرسه في الداخله، وان شاء الله بقى خلاص يعني هو صدق عليهم، فاحنا بصدد الاجراءات دي وعملنا معاينه. حلو. وهو مهتم جدا جدا. طب المدرسه ايه بقى؟ يعني مثلا انا دخلت المدرسه بيبقى من ابتدائي؟ لا والله هي من اعدادي بس. هو في مقترح قرار وزاري جديد ان احنا ناخدهم من مرحله التعليم الابتدائي. بندرس فيها دكتوره نفس المواد زائد حاجات بقى مواد رياضيه وعسكريه صح؟ هو حضرتك طبعا احنا زيه بيدرس زيه زي اي طالب عادي في اي مدرسه عاديه، بالاضافه ان هو بقى شعبه التخصص بتاعته، يعني لو هو مثلا العاب قوه سله كده بيدرس بقى الماده دي وبيمتحن فيها عملي ونظري، اختبارات عمليه ونظريه في نص السنه واخر السنه وشهري. لو هو طبعا ما حققش نجاح في اخر السنه نسبه معينه من نجاح عشان سقط في اي، يعني بياخد برضو دور تاني نفس الاجراءات. لو كده اهميه المدارس دي ايه؟ انا شايف ان نفس فكره الاكاديميه. يعني اكاديميه الفنون برضو بتعمل نفس الموضوع ده. نفس المناهج بس بالاضافه الى الفنون اللي الطالب عايزها. هي اولا هنا في حاجه مهمه جدا. اولا المدارس دي بتربي ابطال لمصر، يعني معموله بمنهجيه، يعني مش بطريقه عشوائيه. فده اولا انت بتكتشف المواهب وبتبرز قدرات الولاد وبتغذي المنتخبات المصريه بالقدرات المتميزه او الطلبه اللي هو موهوبين. فده بالنسبه لنا يعني هدف مهم جدا طبعا. الجانب ان هو يدرس الماده بتاعته عشان يعرف تكنيك الحركه، يعني الحركة اللي هو بيأديها أو المهارة اللي بيأديها بيأديها إزاي طبعًا. الجسم بيتحرك إزاي بحرفية شديدة جداً متميزة عن الآخرين، لأنه هو بالزبط. متخصص في الحتة دي. فهو بالنسبة له ده مهم جداً للدراسة يعني. طب احنا نروح انا عايزه اطورها اكتر، يعني انا عايزه كمان الدراسه فيها تبقى على غرار كليات التربيه الرياضيه. اوكي صح. طب عايزين نروح بقى دكتوره للمسابقه. المسابقه كانت تحت شعار نبني بطل نحقق امل. شعار رائع جدا. بس مين اللي اختاره وليه اختارنا دي بالذات؟ اولا احنا فريق عمل. لما بنيجي احنا كل بطوله بنحط لها شعار، سواء بقى يعني وبنحط لها لوجو كمان. احنا فريق عمل، لما بنيجي نتفق هنحط شعار بنقول كل واحد يتخيل ايه الشعار المناسب اللي هو ممكن نحطه للبطوله دي. فبنقعد بقى نعمل ورشه عمل كده مصغره ونطرح بقى ايه الشعارات. الهدف من بناء على الهدف بالظبط كده، بناء على الهدف اللي احنا عايزينه. فنبدا بقى بعد كده بقى ايه، لا الشعار ده ممكن بقى ايه، الشعار ممكن ما يجيش من فرد طبعا، فممكن تبص تلاقي جمله من اتخمر من كذا فكره، من كذا حاجه. فبنطلع بشعار واحد بس، وبرده اللوجو برده بنقول احنا عايزين ايه في اللوجو، ونبدا في عندنا حد بقى يعني اكتر من حد يصمم الشعار. بيبقى اللوجو مرتبط شويه بالمحافظه اللي احنا هنروحها ولا مرتبط اكتر بالمسابقه فقط؟ لا، هو في حاجه احنا بنحط اوريدي شعار المحافظه خلاص، واحيانا بنحطه يرتبط بالمحافظه، لكن احنا بنحط شعار عام للبطوله. فلكن شعار المحافظه لا، لازم مع اللوجو بتاعنا، ويمكن حضرتك هتلاقيه ان هو موجود في رائع. كل رائع. طب احنا عايزين نعرف بقى الالعاب يا دكتور بعد اذن حضرتك اللي اشتركت في هذه المسابقه، يعني هل
المسابقه لعبه واحده بس ولا العاب كتير ولا لا لا إيه؟ احنا عندنا كنا مشاركين بسبع رياضات مختلفه او لعبات مختلفه. كان عندنا كره قدم خماسيه بنين، كان عندنا سله بنين بنات، كان عندنا كره اليد برضو بنين بنات، كان عندنا الهوكي بنات، كان عندنا كاراتيه. الهوكي بنات بس؟ اه حلو. احنا لسه عندنا بنين بس لسه يعني يعني ما جمعوش كتير لسه يعني في البدايه في البدايه، لكن الهوكي دخلت قبل البنين. عندنا برضو كان الكاراتيه، عندنا كان المصارعه، وعندنا كمان العاب القوه بايفنتاتها المتعدده. طيب المسابقه دي بقى بتتنفذ تقريبا يا دكتوره في كام محافظه؟ يعني بناخد احنا في اشترك فيها الاف وخدنا منهم 700. هي بالنسبه هي بتبقى على احنا عندنا مدارس رياضيه تقريبا ما يقرب من 12000 على مستوى الجمهوريه، ما يقرب 12000 طالب في هذه المدارس. في هذه المدارس ما يقرب من 12000. بيحصل بقى طبعا تدريبات وتصفيات، وبيحصل زي يعني مباريات على مستوى المناطق يعني زي دوريات مصغره، وبعدين عشان نطلع في الاخر باللي احنا شايفينه دوت ب 700 لاعب ولاعب. رائع. ولو الامكانيات يفرح طبعا ولو الواحد عنده امكانيات اعلى ممكن كنا نفذنا بشكل اعلى يعني في الاعداد، فالحمد لله يعني. الحمد لله رائع جدا. طب المسابقه دي حضرتك يعني اللي اشترك فيها مدارس من فئه عمريه ثابته واحده ولا من كذا فئه؟ احنا عندنا وبناخد الفايزين بناء على اعمارهم مثلا ولا بناء على ايه؟ بص حضرتك احنا بالنسبه لنا عندنا المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. يعني حضرتك احنا عشان نقول سنه اولى لسه صغيرين والثانيه طول الاعداد، فاحنا ممكن نقول ان احنا بنبدا نتعامل من 14 سنه لحد 18 سنه. يعني من 14 ل 4 سنين. والعناصر المتميزه اللي بتظهر في اولى اعدادي وثانيه اعدادي ممكن تطلع بطوله زي كده لو في حد. عامهم ازاي يا دكتورة؟ يعني اللي حضرتك شايفة ان هم متميزين قوي في اللعبة دي بندعمهم ازاي؟ يعني بنوصلهم لمنتخب ولا بنوصلهم لأندية ولا والله الاتنين ولا يعني هم اصلا بيبقوا معظمهم في أندية اصلا؟ لا هم انا لو قلت حياتك من البداية احنا بناخد الولاد من اولى اعدادي مش بطل خالص. احنا بنصنع ابطال عشان كده احنا بنقول نصنع بطل نحقق امل. الله. في البطولة حبينا نقول ان احنا دول ولادنا تعبنا. والاستجابه بتبقى كبيره يا دكتور جدا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك الاقبال على المدارس الرياضيه والالتحاق بيها عدد كبير جدا، الاف بتتقدم للمدارس دي. احنا بناخد اعداد بسيطه يعني كل مدرسه ممكن تاخد 70، ممكن تاخد بالكثير قوي 105. كل مدرسه 105 في سنه اولى اعدادي، ودول ودول بيطلعوا بقى لحد ثانويه عامه. عايزين العدد يكتر. والله احنا مقدمين لمعالي الوزير. يعني احنا بنطالب معالي الوزير بده بصراحه. ايوه مقدمين لمعالي الوزير مقترح قرار جديد، بس هو زياده فصل بس عشان لا يا معالي الوزير احنا عايزين ايه يعني في كل المحافظات، لان الرياضه ده شيء مهم جدا. احنا الرياضه دي بتهذب الاخلاق كمان، فابدا عيبة. ابدا عمرنا ما نشوف حد رياضي غير سوي. اولا هي الرياضه عموما بتطلع الطاقه الكامنه جوه الولاد. بصرف النظر بقى حضرتك عن ان هم بيطلعوا موهوبين يعني عنده الموهبه او ما عندهوش الموهبه، لا الممارسه في حد ذاتها طبعًا بتطلع الطاقه طبعًا دي اللي جواه، فبيجنبوا حاجات كثيره قوي طبعًا. العنف، عارف كل المشكلات اللي ممكن نتخيلها بيتجنبها تماما طبعًا بالرياضه. السلوك وكل القيم كلها اللي احنا عايزينها السلوك بيختلف تماما ما قبل ان الطالب او صاحب بيمارس النشء بيدخل الرياضه او ما بعد ده. هستأذن حضرتك نطلع فاصل طبعا نطلع فاصل ونرجع تاني مع الدكتوره منى يحيى مستشار الوزير لتنميه ماده التربيه الرياضيه والعسكريه.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في حديثنا عن مسابقه بطوله المدارس الرياضيه تحت شعار نبني بطل نحقق امل، مع الدكتوره منى يحيى مستشار الوزير لتنميه ماده التربيه الرياضيه والعسكريه. دكتوره منى، كنا بنتكلم عن المسابقه، الجوائز بتاعه المسابقه دي يعني كم جائزه؟ أي والله احنا طبعا واخدين، احنا بيبقى انهم 700 لاعب، احنا عندنا أنا طبعا نفسي كل اللي يشترك ياخد جوائز عشان احنا بالنسبه لنا الولاد طبعا الثلاث مراكز الاولى بيحصل على كاس، وفي وبياخدوا الميداليات، وفي نفس الوقت كان في درع عام للبطوله، يعني حلو. المدرسه اللي حققت اكبر عدد من الميداليات كانت اسكندريه للبنات. كنت بتسالني من شويه بنين ولا بنات عدد المدارس اكتر، قلت لك انا متحمس جدا اصلا كمان الفتيات لما يلعبوا رياضه او ينموا موهبتهم فنيا او حتى ادبيا، ده شيء راقي جدا يعني، والله لان هم اللي بيبنوا الامه بعد كده. والله ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان بموهبه. الشطاره بقى ان احنا نكشف عن هذه المواهب، وان كل واحد يكتشف ذاته. لو هو اكتشف موهبته كل واحد، صدقني المجتمع ده هينمو ويزدهر بشكل غير طبيعي، وهتحس بالاستقرار والامان اكتر، لان كل واحد حقق ذاته. طبعا فهنحل مشاكل كتير قوي. وموضوع ان يبقى فيه جوائز وفي حاجات من دي عامل تحفيزي كبير جدا للطالب. قوي جدا. ايه تاني ممكن يبقى عوامل تحفيزيه؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ممكن يروحوا منتخبات، ممكن طب الـ بياخدوا درجات مثلا على التميز الرياضي بتاعهم؟ طبعا هو طبعا احنا انت عارف عشان الناحيه، طبعا انا نفسي الولاد يبقى لها درجات لوحدها او قطاع لوحده. يعني القصه ان احنا ولادنا طبعا بينافسوا على مستوى الجمهوريه في درجات الحافز الرياضي، فلما بيحقق درجات الفوز بياخد الدرجات بتاعته، بالاضافه ان في حاجه حلوه جدا في درجات التفوق الرياضي، وانا بشوفها ان هي درجات كبيره اكتر من المحليه. لما هو بيحقق بطولة عالمية أو إقليمية أو إفريقية، فممكن يصل 35 درجة، فده حاجة نقلة تانية. رائع. ده بالنسبة للمدارس الرياضية والعسكرية لا فقط كله ولا كله تنافس كله. على كله بيدخل يتنافس وكله ياخد دوره يعني. طب أنا عندي فضول يا دكتورة بعد إذن حضرتك أسأل، الطالب يدخل إزاي؟ يعني شروط القبول بتاعة المدارس الرياضية والعسكرية؟ احنا بالنسبة لنا بيتم الإعلان في شهر 7 على دخول للمدارس دي. هو الطالب كأنه داخل مدرسة عسكرية، طبعا كلية عسكرية سوري، بيعمل كشف طبي وطبعا وتحليلات، وطبعا في اختبارات مهارية وبدنية، وفي ثقافة رياضية، وفي بس اختبارات مش لازم يبقى متميز قوي فيها، لأن حضرتك قلتي احنا بنبني بالزبط. ابطال مش محتاجين ناخد ابطال. لا احنا ما بناخدش ابطال، بس لو في بطل بس احنا عندنا ابطال. عندنا ابطال طبعا. راحوا فين ابطال؟ يعني اشتركوا في مسابقات؟ عندنا ما يقرب، احنا عندنا تقريبا ما يقرب من 55 طالب عالمي او اكتر محققين مراكز عالميه. مراكز عالميه في الالعاب، في الالعاب المختلفه تبع المدارس بتاعتنا. تبع المدارس بتاعتنا في انهي العاب؟ هم صناعه. هتلاقي حضرتك موجودين في العاب القوى، موجودين في كره اليد، موجودين في تنس طاولة، يعني عندنا حاجات ألعاب متنوعة كتير. ده شيء عظيم يعني. طب التنسيق يا دكتورة بعد إذن حضرتك، طالما اوريدي احنا عندنا أبطال، عندنا مش أبطال بنصنع فقط بطل، لا احنا عندنا بنصنعهم وبيسافروا بيلتحقوا بمسابقات عالمية. طب فعلا. التنسيق اكيد بيسافروا تبع برضو اتحادات، تبع الاتحادات، التنسيق ما بين المدارس دي وما بين الاتحادات بيبقى عامل ازاي؟ علشان المذاكره وعلشان لو الاماكن بعيد او قريبه. طبعا احنا اولا ميزه المدارس الرياضيه هي عارفه يعني ايه طالب موهوب، فبتوفر له كل السبل اللي فيها راحه ليه، يعني لو هو اختباراته في الفتره دي هيكون في اختبارات ليه بتتاجل له، بيشوف بيعرف التدريب بتاعه، البرنامج التدريبي بتاعه بيبقى موجود، التغذيه بتاعته بتبقى موجوده، فاحنا بنراعي الجزئيه دي. فدي ميزه مش موجوده في اي مدرسه.
لان المدرب بتاعه كمان مدرب متخصص على مستوى عالي جدا، فبنتعاقد معاهم. وكمان المدرب بيبقى كمان ممكن يكون في نادي الاهلي، في زمالك، في وات ايفر يعني. فبيبقى برضو الطالب ده بيتدرب تبع النائب، بيروح للنادي ويتدرب رائع ويحصل التنسيق ده. فعدد كبير من ولادنا يعني بنراعي جدا بيدعموا المنتخبات المصريه ومشرفينها يعني، الحمد لله. يعني بنراعي دكتوره زي ما حضرتك تفضلتي مواعيد امتحاناتهم كل حاجه والتغذيه وتتأجل لانه في تغذيه ليه في المدرسه. ده رائع جدا. طب هي اهم البطولات يا دكتوره اللي في اللي بتحصل وبتنظمها الوزاره، اهم البطولات دي ايه؟ يعني عدد البطولات دي هي بتبقى بطوله واحده بس طول السنه ولا في بطولات والله اخرى؟ هي ومدى الاقبال على ده ايه؟ اولا احنا عندنا، عايزه اقول حاجه، طبعا احنا عندنا بالنسبه للمدارس الرياضيه اولا ممكن يتعمل بطوله واثنين، وكان في تجربه جديده جدا في عاملينها في بلطيم، دي كانت تجربه جديده. ده امتى؟ في بلطيم في اواخر 8 واول 9. حلو. برده كان حاضرها ما يقرب من 750 طالب. دي كانت معايشه بقى، معسكر بمعنى كلمه معسكر. بيبقى كام يوم كده؟ ده كان كل طالب كانت حوالي اسبوع لكل فوق، كانت على 4 افواج. بناء على ايه الافواج؟ على الاقاليم بتاعتهم ولا على اللعبات اللعب؟ لا انا ما كانش الاساس فيها الالعاب او الممارسه، رغم ان هم بمارسوا بقدر ما كان هدفها تنمية مجموعة من المهارات والتأكيد على إزاي إن هو يستفيد من كل الأشياء اللي حواليه. يعني على سبيل المثال كان في محاضرات شارك معانا فيها أساتذة الجامعات المختلفة، وكان معانا برضو شخصية زي سيادة اللواء سعيد عمارة، اتكلمنا فيها عن الأمن القومي وحروب الجيل الرابع والخامس والتحديات اللي بتواجهها مصر، وفي نفس الوقت برضو بداية من يناير 25 حتى مرورا ب 30 يونيو. حتى ده كان حاجة، كانت محاضرات كانت شيقة ورهيبة ودت كم كبير جدا من المعلومات. بالإضافة برضو كنا مهتمين قوي بالجانب التكنولوجي الرياضي، إزاي أنك أنت كلاعب تقدر تسوق لنفسك، وإزاي تستخدم برامج التكنولوجيا المتنوعة في أنك تنمي قدراتك البدنية. إزاي يا دكتور؟ في برامج دلوقتي بقت موجودة، علشان ده شيء مهم جدا. احنا خلاص بقينا في عصر تكنولوجي وفي مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية، فاحنا دخلنا المنطقة دي خلاص والذكاء الاصطناعي، ازاي نستفيد بالحداثة دي لطلابنا؟ هي بقى القصة هنا دي ان هو ما فيش ضوء كبير على الجانب دوت، فاحنا كنا حابين نركز عليه. اولا في برامج اوريدي موجودة، الطالب بس مجرد ان هو بيحط الابليكيشن على التليفون بتاعه بيقيس كل الكتلة العضلية عنده، واذا كان في جانب ضعيف مهاري او عضلي ازاي ان هو نشتغل على الكلام ده ونحط له برنامج عشان العضلة دي تقوى، او اذا كان في تغذية ايه هي كمان التغذية المناسبة للاعب ده. الكلام ده اوريدي بقى موجود، ويمكن انا مهتمة. يا دكتورة بتفرق ما بين ان انا بلعب لعبة او لعبه تانية خالص، في دي 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 اكل وده اكل، طبعا، ولا هو الاكل بصفه عامه بيفيد الرياضه؟ بص حضرتك، هو في طبعا التغذيه بصفه عامه لازم تكون تغذيه متزنه ومتوازنه، يعني فيها كل مجموعات التغذيه لكل الولاد، لكن في لعبات بتحتاج الكميه اكتر من البروتين، زي الرمي مثلا. رمي الجول، كل قطاعات الرمي، برضو المصارعه وما الى ذلك، الحاجات اللي فيها كتل عضليه كبيره، فبتحتاج طبعا الكميات اعلى من البروتين. طب واحنا بنكتب للطلبه الحاجات دي؟ في يعني حتى لو طالب ما دخلش او ما اجتهدش بيبقى عارف التغذيه بتاعته، يعني بيبقى في برنامج غذائي لكل طالب؟ بيبقى عارف ايه التغذيه اللي هو المفروض ان هو يتناولها عشان. ودي من ضمن يا دكتوره من ضمن المواد اللي احنا ممكن يدرسوها؟
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في تطوير المناهج الرياضيه. انا عايز عايز ادخل المنطقه دي. المناهج بقى احنا عندنا اولا انا مسؤوله عن كل مدارس الجمهوريه على مستوى الجمهوريه في ماده التربيه الرياضيه، معلمينها وموجهينها وبكل ما هو يعني جديد وازاي ان احنا نطور الماده والمشروعات دي. يعني الفترة اللي فاتت يعني بدأ تطوير كتير كبير جدا في المناهج الرياضية ابتداء من رياض الأطفال لحد السنة دي هيبقى أولى إعدادي. المنهج الجديد ده حقيقي منهج رائع جدا ومتميز لكل أولاد مصر ال 25 مليون طالب، ليه معايير ومؤشرات وقصة حلوة جدا، بس من ضمنها القصة ازاي انت تقدر تتغذى كويس. رائع. ازاي ايه هي عشان تساعد الامهات برضه يا دكتور الامهات بيبقى يا عيني طالع عينيها مع العيال. فهي ازاي ايه هي التغذيه الكويسه، بنتكلم فيها ازاي تبقى بطل، ازاي اهميه الرياضه، وبنبدا ندخل في تفاصيل صغيره، قوانين اللعبه، ايه هي الكتله العضليه، ايه هو انحراف القوام، ايه هو القوام الجميل، يعني شويه حاجات كده بنديها بجانب ممارسه بقى حصه التربيه الرياضيه بقى، اذا كان بقى فيها طبعا اعداد بدني عام واعداد بدني خاص، وفيها المهاره اللي احنا بنعلمها للطالب، يعني درس بيمر بمراحل معينه وفي نفس الوقت بندي المعلومات دي من خلال الدرس. فلاول مره نقدر من وبعدين في اختبارات على فكره، يعني شهريا في اختبارات بنصنف فيها الولاد، وفي جانب كمان في درس التربيه الرياضيه متعلق باللياقه البدنيه، اختبارات للطلبه نفسهم. للطلبه نفسهم شهريا ونص ده بصفة سنه عامة يا دكتورة. بصفه مش المدارس عامه الرياضية لا مش مدارس رياضيه بس، ده كنا حاجه كنا حريصين عليها جدا في وزاره التربيه والتعليم، وطبعا دكتور رضا حجازي كان داعم للقصه دي من ايام كنا هو مهتم جدا بالقصه دي، فانا بشكره من كل قلبي على دعمه وعلى اهتمامه ودعمه بصفه عامه للمدارس الرياضيه والمدارس العامه. فهنا هو زي ما بقول لحضرتك الدرس ده او المحتوى ده لكل طلبه مدارس الجمهوريه. رائع. فبنعلمه حاجات جديدة وفي نفس الوقت شرط أساسي عشان ينجح ويتنقل للسنة اللي بعديها هي طبعا ما بتضافش للمجموع من 20 درجة ولا تضاف للمجموع، ولكن شرط أساسي عشان تروح من مثلا من رابعة ابتدائي لخمسة ابتدائي إنك أنت تكون ناجح في مادة التربية الرياضية. برضو دي كان احنا عندنا في احنا زمان يا دكتورة مش زمان قوي يعني على ايام انا يعني مش بعيد ايوه كانت للأسف مادة الرياضة والفنون او الرسم او الحاجات دي دايما بتبقى مهدر حقها الفترة الاخيرة، وتحول اصلا وجهة نظر الوزارة من الحفظ إلى الفهم ومن التعليم إلى التعلم ومن إن أنا الكتاب إلى البحث، فدي نقلت الدنيا شوية وده اللي احنا كنا محتاجينه الحقيقة. فعلا أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، زي يمكن اتكلمنا إن الإنسان كل واحد جواه موهبة وجواه طاقة طبعا، فلما بتطلع الطاقة دي بيبقى سهل قوي إنك تستوعب كل شيء في المعرفة طبعا. المعرفة اللي في المدرسة سهل قوي إنك الجملة الشهيرة اللي هو العقل السليم في الجسم السليم. طب الفترة بتاعت الأجازة يا دكتورة، يعني أنا أهو رياضي مثلا أثناء السنة الدراسية ثم خدت الأجازة وبوظت بقى البرنامج الغذائي ورجعت تاني حاجة تانية خالص. المدارس الرياضية شغال على طول يعني أثناء الصيف بيبقى فيه أثناء الصيف بجد والله أثناء الصيف يمكن أنا بقول لك كان في معسكرات ده معسكر كده يعني ما يمكن ما اتكلمناش فيه، اتكلمنا فيه على الجانب الاجتماعي العلاقات الأسرية والمشاكل وحلها واختيار الصاحب والزميل، وحتى تطرقنا إلى اختيار شريك المستقبل وإن الجانب الديني برضو اتكلمنا فيه، تطرقنا لمجموعة كبيرة جدا كانت ورش عمل الولاد، عارف حضرتك لما ندخل ورش عمل وبتطرح موضوع ونبدا مجموعات العمل والعرض رائع، كانت حاجه روعه 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 روعه. اكيد بتنبهري كمان يا دكتوره من الطلبه منهم هم انت اكيد بتبقى حاطه مثلا في دماغك او احنا كلنا بنبقى حاطين في دماغنا الليفل، لما بنيجي نشوفهم بنلاقيهم هم في ليفل اعلى بكتير قوي بالظبط، بتحس ان احنا يعني هادرين حقهم شويه
بس انا ورشه العمل انا مؤمنه بحاجه مهمه قوي، ان احنا محتاجين نسمع اولادنا. لما هم صفحه بيضاء على فكره، مهما شايفينهم متطورين تكنولوجيا، يعني عندهم معلومات كبيره وواسعه وسابقنا بمراحل، لكن في الاول وفي الاخر برضه هم محتاجين يسمعونا، محتاجين ان احنا ناخدهم في حضننا. دي مهما شايفينهم ان هم اقوياء او هم فاهمين او هم عارفين، لا هم محتاجين لحضننا. صح. ودي القصه في المعسكر اللي فات دي حسيناها قوي، حسينا ان هم عايزين يتكلموا، عايزين حد يسمعهم، عايزين حد يحتويهم. فدي ده مهم قوي، ان ولاد مصر لازم احنا نحتوي. صح. كل ولادنا. صح. ونسمع لهم طبعا، لان نديهم الثقه. بالظبط، لازم نديهم الثقه. بالزبط. بس انا عندي بقى مشكله، انا لمستها يعني، مش الوزاره مش مختصه بيها، لكن الامهات الحقيقه احنا كنا من ضمنهم يا دكتوره، كنا من ضمنهم اللي هو ايه، انا بناتي كانوا بيلعبوا مثلا سباحه في نادي، ثم بعد كده احنا عايزينهم متفوقين اكتر في عدد التمرينات، وبنديهم برايفت ونديهم مش عارف ايه، وبعدين هوب نقلناهم تايكوندو، وقلنا احنا الرياضه مهمه، فخليناهم يا عيني التايكوندو والسباحه مع بعض، فالاطفال راحوا خالص مننا، ولا بقوا متميزين هنا ولا هنا، لان اتسحلنا شويه ورا فكره ان لازم يبقوا بيلعبوا رياضه ولازم نشغل وقتهم، بس احنا حسينا في لحظه ان احنا دمرناهم خالص، احنا ما بقاش فيهم وقت، وده نموذج مصغر للي موجود. ابتدينا قلنا لا احنا كده اخطأنا في حقهم بصراحه، لما خليناهم في لعبه واحده ومشينا وراهم واديناهم ثقه تميزوا. فعايزين نتكلم برضو على دي، لان في يا دكتوره بعض الامهات خاصه يبقوا عايزين يزقوا الاولاد في لعبات كتير ويسحلوهم يا عيني، فدي ليها مخاطر طبعا. ده لا، ده في حاجات لها مخاطر كبيره جدا يعني. في لعبات معينه ما ينفعش انك تبداها في سن 40 و5 سنين والكلام ده، فهم بيبقوا قصه. بص حضرتك، انا مؤمنه بحاجه مهمه قوي، قضيه الوعي، ويمكن سياده الرئيس دايما يقول الوعي طبعا. الوعي فعلا احنا محتاجين الوعي في كل حاجه، توعيه توعيه لاولياء الامور وفي كل حاجه، محتاجين ان احنا نتكلم بشكل مبسط مش بشكل معقد، مهتمين قوي. ولي الامر محتاج، عايزين نقول التربيه مش قصه انك بتاكل وبتشرب عذرا وبتجيب اعلى البرندات او الكلام. صح. ده لا. لا, لا, لا التربيه. صح. انك انت تكتشفه هو بيحب ايه، عايز ايه. انت من خلال في البيت الاربع سنين الاولى هتلاقي الطفل ده بيروح لحاجه معينه، هتلاقي موهبته بتظهر وتكمل بقى عليها المدرسه. لكن ان انا في الاول وفي الاخر الطالب الرياضي دوت ممكن ان هو في عدد ساعات المذاكره يذاكر ساعتين. صح. وهو مثلا قدامها اربع ساعات في التدريب، لكن مستوعبها. صح. نشيط، المخ شغال بكفاءه. حلو. من ضمن بقى فكره وقضيه الوعي او التوعيه دي يا دكتور، ازاي انا اكتشف ابني او بنتي ان هو متميز في لعبه معينه؟ ما هو ممكن اقعد وراه في العاب يعني، انا اعرف منين ان حضرتك هتبقى متميزه في اللعبه الفلانيه مش في اللعبه الفلانيه كطالبة يعني؟ بص، هو في حاجة يعني هنتكلم عليها على ولي الأمر، وهتكلم على مشروع أنا كنت مستهدفاه من السنة اللي فاتت لقى قبلها، على مبادرة قوامي. حلو. مبادرة قوامي دي كان من أهمها إزاي إن أنا أكتشف الموهوبين، وإزاي أعمل لهم برامج تغذية، وإزاي أرعاهم، وإزاي أعمل شوية قياسات كده. صح. عشان إذا كان ولي الأمر مش عارف يعني مش قادر يكتشف، ولا الطالب أو ولا الطفل نفسه، ما إحنا ده عارف. أنا عايزة أقول لحياتك، ده إحنا لما بيدخلوا عندنا المدارس الرياضية ممكن يكون هو داخل في الاختبارات بتاعته على عايز مثلا كرة سلة، وحابب ان هو يلعب سلة. لا، القياسات اللي اتعملت له بتقول ان هو لا، ممكن يكون ممتاز في الرمي. رائع. فبنقنعه وبنقول له ايه، تعالى بنجرب كده، هو اول شهر بيلفه كده راوند على كل والله. ممكن هو داخل على حاجه معينه، مثلا بيلعب عايز يلعب سله مثلا، وبدا راح لليد، راح لهنا لا حب اليد اكتر، فانا هاخده في اليد كده يعني. اذا كان اللعبه الواحده يا دكتوره يعني مثلا
لو انا ابني بيلعب كرة قدم اللعبة الشعبية مثلا الكرة نفسها في مدافع وفي مهاجم باك رايت وباك ليفت وفي مهاجم وخط وسط مش اي حد مثلا حتى في لعبة السنتر يلعب اللعبة الواحدة متنوعة. طب احنا يعني قبل ما نختم مع حضرتك يعني ولقاء شيق جدا ومفيد جدا جدا يعني عايزين نعرف بقى خطة الوزارة وخطة سيادتك كمسؤولة عن مادة التربية الرياضية والعسكرية الخطة اللي جاية ايه؟ طمنينا كده والفعاليات كمان اللي هتتنفذ الفترة اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله احنا زي ما قلت حياتك بالنسبة احنا طبعا عندنا هدف كبير جدا هو ابناء مصر 25 مليون طالب اللي احنا عايزين نحولهم لممارسين. فالتأكيد احنا هنا بنطور المناهج كل سنة وفي نفس الوقت بندي برامج تدريبيه للمعلمين وعايزين نطور لسه اقول لحضرتك عايزين نطور برضو امكانيات المعلمين. والله انا عايزه بس اقول ان الامكان المعلمين بتوعنا على فكره والله معلمين اكفاء طبعا بس هم بس يعني اي بني ادم بيبقى عايز بالظبط زي ما قلت لحضرتك الدنيا بقت سريعه قوي والتطور التكنولوجي سريع وابديت على طول فده محتاج طبعا ان احنا نعمل تنميه مهنيه ليهم فبنعمل لهم برامج تنمية مهنية على المستجدات وازاي ينفذ حصته بشكل مختلف برضو الموجهين العموم والموجهين العاديين برضو بنحصل لهم عملية تدريب بندي توعية ونشرات توجيهية طول يعني من بداية العام لحد آخر السنة على كل كبيرة وصغيرة والتفصيلات في مادة التربية الرياضية بحيث انها تعود بالنفع على ولادنا التأكيد على الممارسة والاختبارات ويمكن حضرتك لو دخلت على موقع الوزارة أو على موقع المستشار هتلاقي قبل كمان اختبارات نص السنة هتلاقي كل المدارس هتلاقي الصفحة كلها قبلها بنص السنة وآخر السنة هتلاقي جداً. الاختبارات الاختبارات كل محافظة عمالة بتنزل في الاختبارات اللي بتعملها على مستوى الجمهورية نقلة نوعية لأن احنا ما كانش عندنا الولاد في التعليم الأساسي مش كلهم كانوا بيمارسوا رياضة فعملنا قرار 311 عشان يدي إتاحة لجميع أبنائنا على مستوى الجمهورية إن هو يمارس حصة التربية الرياضية زمان كانت مقسمة يعني اللي بيروح للتربية الرياضية بيروح مسرح بيروح فكانت عبارة عن مجموعات دلوقتي لأ للجميع الحق الممارسة والإتاحة للجميع فدي من الحاجات الجميلة طبعا الفعاليات اللي جايه ان شاء الله هيبقى في معسكرات وفي بطولات جديده المسابقه اللي جايه في انهي محافظه ولا لسه مفكر لسه ما عايزين سينا بقى عايزين يعني والله ان شاء الله ان شاء الله نروح سينا ان شاء الله وانت اخذتها كده احنا كنا بنفكر فيها قبل الوادي بس حبينا ان احنا نطلع الوادي فان شاء الله المره الجايه تكون في سينا انا عايزه بامانه يعني انا بتقدم بالشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو أساس حقيقي للنهضة الرياضية اللي موجودة في مصر لأنه هو عنده نظرة استشراقية للمستقبل مفيش تنمية مهنية مستدامة للدولة بدون ما يكون في مواطن قوي بنعده ويمارس اللي بيعيش هي الرياضه هي اللي بتبني الجسم وهي اللي بتبني الصحه وهي ضمن المبادرات اللي سيادته كان داعم ليها كمان مبادره 100 مليون صحه طبعا فدي من المبادرات والكشف الدائم فعلا للطلبه في المدارس ده شيء رائع جدا وتكمله لده الرياضه الحاجتين الرياضتين مع بعض عشان يبقى الوقايه بالظبط دي وقايه بقى من كل حاجه وقايه من الامراض وقايه من التطرف طبعا. مش كل المناحي لان حتى القطاع ده بالظبط كده حضرتك لو اهتمينا بيه كقطاع الصحه والولاد يلعبوا رياضه هنوفر مليارات في طبعا. القطاع الصحي طبعا. فبالتالي الاقتصاد المصري هيرتفع لان طبعا. انا ممكن من القطاع الصحي ده المليارات دي طبعا. اوجهها لاي قطاع طبعا. اخر زائد ان هو امن قومي صحه طبعا. النشأ واهتمام سيادة الرئيس على طبعا. فكره طبعاً. بصفة عامة بالنشأ وبالشباب وحتى بذوي القدرات الخاصة طبعاً. ده اهتمام طبعاً.
بالغ واهتمام حميد بصراحة. ده لا بصراحة هو ليه دور كبير جدا بأمانة في القصة دي، فأنا بشكره من كل قلبي طبعا. وطبعا دكتور رضا حجازي على دعمه لينا، ودكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية في المناهج، أنا بشكرهم من كل قلبي بصراحة. وإحنا بنشكر حضرتك بنشكر حضرتك جدا يعني قبول الدعوة وحضور حضرتك معنا في برنامج نقطة نظام. حضرتك نورتينا وشرفتينا وأفدتينا، ودايما في تألق. ميرسي، متشكره ليكم جدا، وانا سعيده، ويا رب كل اولادنا يكونوا ابطال في كل موهبه هم حابينها، ومصر ونتقدم نتقدم ان شاء رب. الله يا رب، اللهم امين. بهذه الكلمات الطيبه والرائعه واللي كلها امل وتفاؤل في المستقبل، احنا بنختم مع الدكتوره منى يحيى مستشار الوزير لتنميه ماده التربيه الرياضيه والعسكريه. يبقى انتهينا النهارده من الحلقه بتاعتنا، نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.